الحدث طويلا إلى أبنائك. الإخوة الذين سافروا اضطروا للسفر، هم في بلد غير إسلامي، ما استطعتم أن تتحدثوا مع أبنائكم تحدثوا، أن تجلسوا معهم اجلسوا، أن تفتحوا معهم مواضيع افتحوا، أن تسمعوا أحاديثهم اسمعوا، تحدث معهم عن دينهم وعن محاسن الشريعة، أخبرهم بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وعن قصص صحابته، ذكرهم أنهم ينتمون لأمة ضاربة جذورها في الأرض وارفة ظلالها في السماء. لئن كانوا يرون في المسلمين اليوم من لا يمشي على هدي الشريعة فإن الخطأ في الأشخاص لا في الرسالة. علم ابنك الاعتزاز بإنسانيته، ولقد كرمنا بني آدم، في فلسفة اليوم موجودة في الأرض اسمها حيونة الإنسان، يريدون من الإنسان أن لا يكون بينه وبين الحيوانات فرق، يفلسفون، يدرسون، يخرجون مباحث وأبحاث وبرامج من أجل أن يقنعوا هذا الإنسان المسكين بأنه حيوان. علم ابنك الاعتزاز بإنسانيته، ولقد كرمنا بني آدم، علمه الاعتزاز بدينه، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، علمه الاعتزاز بلغته العربية، علمه الاعتزاز بهويته الأخلاقية، فهو يعرف الإجابة على أسئلة الحياة الكبيرة التي أعيت فلاسفة الأرض. إلى اليوم الفلاسفة من غير المؤمنين ما عندهم أجوبة عن هذه الأسئلة الأربعة: من أنا؟ لم تصل الفلسفة، الفلاسفة مختلفون، من أنا؟ لماذا جئت؟ إلى أين أمضي؟ ما بيعرفوا الأجوبة، لكن أبناء شرائع السماء يعرفون الجواب. في أول صحيفتين في القرآن الإجابة على هذه الأسئلة: من أنت؟ ولماذا جئت؟ وإلى أين تمضي؟ علمه الاعتزاز باللغة العربية، لغة القرآن. حدث أبنائك عن أخطاء الغرب وعن تفسخ قيمهم، حدثهم عن التفكك الأسري، عن تفشي الجريمة، عن نشر حكوماتهم للحروب في البلاد البعيدة، عن الانحلال الخلقي عندهم، عن استعباد المال والشهوة للإنسان. علمهم النقد العلمي بأدب وجرأة، دربهم على أن يقوموا ما يرون أو يسمعون. حدثهم عن الدعوة إلى الله بين أقرانهم وأصحابهم، أخبرهم بنماذج ناجحة إيجابية في من نجح في الدعوة إلى الله في الغرب. استمع إلى حديثهم، أجب على ما تعرف من أسئلتهم، واذهبا معا إلى أحد الدعاة أو المساجد أو إلى مركز إسلامي ليجيبكم على ما لا تعرفون. يمكنك القراءة في كتب الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي، وكتب راغب السرجاني، وكتب محمد عمارة ومحمد الغزالي ومصطفى محمود للرد على تساؤلات أبنائك الإيمانية.